هذه الفقرة برعاية شركة نفط الكويت KOC، فكل شكر لهم. دكتورة نور، أنا ما زلت أذكر في فترة الدراسة بالكلية الملكية للجراحين في دبلن، بروفيسور الجراحة لما أراد أن يعني يشرح لنا السمنة وأثرها على جسم الإنسان، قال لنا أن السمنة هي تخيلوها عبارة عن مغناطيس اللي يجذب براد الحديد. شلون يجذب براد الحديد؟ وأن السمنة هذه مغناطيس وبراد الحديد كل المشاكل الصحية والأمراض اللي ممكن تصيب الجسم البشري. يعني بكل صراحة ماكو مرض أو مشكلة صحية إلا أن يكون السمنة عامل خطر. إذا قلنا السكر أو الضغط أو ارتفاع الكوليسترول أو الخشونة أو الهشاشة أو حتى بعض أنواع السرطانات لا سمح الله، تكون السمنة أو ارتفاع الوزن عامل خطورة فيها. فعلا دكتور، أنا كاختصاصية علاج طبيعي يعني المرضى اللي أشوفهم بشكل يومي والآلام الشائعة اللي تصير بالمفاصل والعضلات، يمكن السمنة تعتبر من المسببات الرئيسية للآلام هذه. نعم، عشان نسلط ضوء أكبر عن هذا الموضوع شرفنا اليوم ضيفة عزيزة دكتورة انتصار الهندال، رئيسة خدمات الطب الوقائي في مستشفى الأحمدي. حياك الله معنا دكتورة. الله يحييك دكتور انتصار. يعني انت زميله في طب العائله، فقبل الطب الوقائي كطبيبه عائله شلون تشوفين وضعنا يعني كمجتمع الكويتي مع موضوع السمنه؟ للاسف موضوع السمنه موضوع جدا مهم بالذات بالكويت، لان للاسف اكثر من 75% من الكويتيين يعانون على الاقل من زياده الوزن، وطبعا الفئه الكبيره منهم ايضا الى سمنه، يمكن بعد شوي راح نتكلم عن هذه الفئات. فهذا موضوع جدا مهم، ومثل ما حضرتك كان سمعتك كنت تتكلم عن المثل اللي اعطاه الدكتور، طبعا هو مثل صحيح 100%. وانا عن نفسي دائما اشبه السمنه بجذع الشره. الجذع هذا هو الاساس، السمنه منه يتفرع الامراض، ضغط، سكر، كوليسترول، اكتئاب. والضغط والسكر والكوليسترول راح تطلع منها افرع، راح تاثر على الكلى وعلى العين وعلى الاعصاب وعلى كل شيء فالشره هذه الكبيره كلها اساسها السمنه للاسف. دكتوره، الاشياء اللي نلاحظها والاشياء المتعارف عليها للتعامل مع السمنه بالمجتمع، يا يلتجئون مثلا حق رياضه ودايت، واغلب الناس اللي مثلا ما يقدرون يلتزمون بالامور هذه دائما يلتزمون للجراحه. بس انا حبيت اسالك اليوم، هل في تدخل طبي او هل في يعني اجراء طبي ممكن الواحد يلتزم فيه قبل لا هو يلجا للعمليه؟ شوفي، هو طبعا العمليه او العلاج بالادويه او النظام الغذائي مع الرياضه هذا يعتمد على المرحلة اللي الشخص فيها. يعني احنا المشكلة عندنا ان في بعض الناس يبون يخطون هذه خلينا نقول المراحل. يعني اذا انت هذا كله ينحسب على حسب كتلة الجسم. اذا كتلة الجسم اقل من 30 فالمفروض ان الشخص يلجأ للنظام الغذائي الصحيح مع الرياضة. احنا للاسف عندنا يبون عشان سرعة ندور السرعة دائما، فعلشان يلجؤون حق سرعة الضعف والخنسميها الرشاقة يلجؤون على طول حق الأدوية أو يلجؤون على طول حق الجراحة، وهذا الشيء طبعا خاطئ. ولازم يعني أعتقد يكون في توعية أكبر للناس إنه ما يصير أنت تلجأ للطريق السريع، لأن الطريق السريع هم له خطورته، صح ولا لا؟ صح، هو هذا الطريق يعني علاج وطبي وكل شيء، لكن حق فئات معينة، مو حقك أنت، أنت اللي تقرره. إذا هو تسوي جراحة مثلا خلينا نقول كتلة الجسم 26 ولا 27، يعني بالكويت احنا نسميه مربرب، مو سمنة، يلجأ على طول أنه هو بيسوي عملية، فالدكتور ما راح يقبل هالشيء. يعني أنا أعرف ناس وشفتها وأكيد أنتم شايفينها أنه ممكن يلجأ أنه يزيد وزنه، صح، ويأكل بطريقة غلط ويسوي أشياء غلط على أساس يرتفع يرفع كتلة الجسم، فبالتالي يصير من الفئة اللي مقبول أنه تسوي العملية، وبالمقابل المشاكل الصحية عنده تزيد بسبة يعني هو طبعا إيه؟ يعني فهذه الطريقة يعني أتمنى أن الناس يعني توقف عن هالطريقة وتأخذ كل شيء، يعني كل فئة تأخذ طريقتها الصحيحة سواء كانت تغذية أو كانت لا سمح الله يعني السمنة زايدة ويحتاج يعني عمليات أو أدوية. أعطاني كلمة مربرب، أبي أقول قصة قصيرة وأبي تعليقك عليها. قبل فترة كنت قاعد أشوف صوري وإحنا بالمدرسة، كانت أظن سنة 86 بالمرحلة المتوسطة، كنا بالصف تقريبا 30 واحد،
كلهم ما شاء الله ضعاف 30 واحد، واحد بس مربرب. الحين يعني سوي 20 سنة قولي أو أكثر شوية، لو نروح نشوف المدارس العكس هو الصحيح، أكثر اللي بالصف متبتبين ما شاء الله وخدود، وتلقى 2 أو 3 أضعاف. دكتورة برايك سمنة الأطفال هذه شنو أهم أسبابها؟ طبعا سمنة الأطفال مشكلة جدا كبيرة عندنا بالكويت، يعني أنا يأسفني أن أقول هالكلام ما بيضيق خلق الناس، لازم بس إحنا لازم نكون واقعيين ونوضح هذه المشاكل اللي قاعد تصير عندنا. من أعلى الدول اللي عندنا سمنة أطفال. سمنة الأطفال طبعا سببها واضح، لأن أنت تتكلم عن الثمانينات مثلا وحتى يمكن أول التسعينات، الياهل كان طبيعة أكله تختلف، ما كان في دليفري وما كان في التوصيل هذا اللي يعني بكل وقت وبكل حزة، مطاعم الوجبات السريعة كانت أقل، بالإضافة إلى أن اليهال يتحركون. يمكن أنت بهالعمر كنت تلعب رياضة وكنت تلعبون كرة برا وعندك قاري، صح؟ إحنا الحين عنده قاري بس ما يلعب فيه للأسف، على طول ماسكين الآيباد والأجهزة الإلكترونية بشكل عام، بلاي ستيشن، يلعب كرة بس بلاي ستيشن، يلعب أي لعبة كانت بلاي ستيشن والألعاب هذه. فقلة الحركة ونوعية الأكل هي اللي سببت عندنا هذه المشكلة. والمشكلة هذه هي مو بس إنه مربرب، مشكلتنا مو الشكل سواء الكبار ولا الصغار، مشكلتنا الأمراض اللي صارت تطلع عندنا عند الأطفال بعمر وايد صغير. دكتورة بالنسبة حق السكر، طبعا احنا عارفين ان السكر من الأغذية اللي تزيد السمنة وتزيد الوزن بشكل عام، وانت عندك تجربة خاصة انك ما شاء الله عليك قطعتي السكر من نظامك الغذائي، وممكن تسولفي لنا عن تجربتك واذا كان لها اثر على تعاملك مع مرضاك او مع الناس اللي يونك يعانون من السمنة. طبعا هذه التجربة انا اعتبرها من يعني اهم التجارب اللي مريت فيها بحياتي كلها، وفخورة فيها من أكثر الأشياء صراحة بحياتي إن أنا قدرت أسوي هالشيء. هو قطع السكر، يمكن عشان أوضح حق الناس، المقصود فيه السكر المصنع. السكر المصنع يعني أبيض أسمر محليات صناعية، كل هالفئة من ضمن السكر المصنع. ليش؟ شنو فيه سكر طبيعي؟ طبعا فيه سكر طبيعي، فيه السكر اللي نأخذه من العسل، من التمر، من الفواكه، الفواكه المجففة، الميبل سيرب، وايد أشياء موجودة فيها سكر طبيعي. فأنا ما عندي أي مشكلة مع السكر الطبيعي، مشكلتي الأساسية مع السكر المصنع. كم صار لي قطع السكر؟ الحمد لله يعني كملت 4 سنوات، ماشي بالخامسة الحمد لله. هل نزل وزني بهالفترة؟ وايد نزل وزني، ومو بس وزني، وزني إحساسي يعني بالطاقة والحيوية أكثر، حتى شكلي صار أصغر. هذه يمكن نقطة وايد تهم الناس الحين، مو بس الحريم، حتى الشباب، الكل يبي الشباب ويبي يبين شكله أصغر، حتى شكلي صار أصغر. أحس يعني لما أطالع صوري قبل 4 سنوات أحس يعني نوعية بشرتي، سواء التجاعيد البسيطة أو حتى يعني البشرة نفسها وايد تحسنت. فيعني قطع السكر مو بس يعني نزول الوزن، وأصلا نزول الوزن ترى يزقر، هذه يعني نقطة الكل يعرفها. تقطع أكل السكريات تصير عملية الشبع عندك تصير سريعة، هرمون الشبع عندك يشتغل بطريقة صحيحة، فبالتالي أنت أي كمية أكل مناسبة راح تشبعك ومزاجك يصير أحسن. يمكن دكتور أحمد مرة قال لي تعليق، كنا قاعد نتكلم في الموضوع، فقال لي دكتورة صرتي طيبة، فأنا ضحكت معه قلت له صرت طيبة أكثر مو طيبة، لأن إن شاء الله يكون من زمان طيبة. فهو يعني طبعا دكتور أحمد ما يقصد فيها شيء، بس يقصد يمكن قاعد يشوفني أن أنا صرت أهدى، المزاج زميلي، المزاج تحسن، المزاج يتحسن. نعم. فعلا المزاج يكون يعني دائما تحس أنك رايق أكثر. في سؤال مو مني، من أحد الأصدقاء يوم درى أن أنت موجودة، يقول إحنا رمضان جاي، وبكل صراحة إذا مر حوالين كذي طبق صب القفشة ولا القيمات ولا كنافة، شلون تقدرين تقاومينه وتقولين لا؟ شوف يعني أنا بالنسبة لي يعني دائما هو اللي يبي يقطع السكر أنا ما أفضل إنه هو يبلش برمضان، لأن رمضان يعني مغرياته وايد. فأنت إذا مبلش قبل رمضان فترة أساسا سبحان الله خلايا التذوق باللسان تختلف عندك، فيصير أي شيء فيه سكر مصنع أنت تحس فيه،
وتحسه اوفر سويت عليك يعني انت ما تحمله. فمثلا الجيمات كطبق يومي موجود بكل بيت وتسوى بالبيت، بس استبدلوا الشيره اللي فيها سكر مصنع بالعسل، عسل ميبل سيرب، شيء طبيعي ولذيذ وصحي، وراح تحسونها وايد خفيفه وسعرات حراريه اقل، لان ما حد يبي يمتن برمضان صح ولا لا؟ بنهايه على وقت العيد الكل يشتكي انه والله زاد وزننا، والله هدوم العيد ما قامت تكفينا. فانا بس يعني اقول حق خواتي الحين يمكن ربات البيوت، هذه الرساله موجهه لهم، برمضان بس استبدلوا السكر المصنع بسكر طبيعي. فأتمنى أن يعني بيوم الأيام أشوف يعني أكثر الناس بالكويت قاطعين السكر إن شاء الله. يا رب شرفتينا دكتورة، مشكورة على المعلومات هذه الوايد مفيدة صراحة، الحوار وايد شيق معاك، وهذا الشكر لشركة نفط الكويت الكي أو سي. وأتذكر الدكتور انتصار تقول واخروا عن السكر الصناعي الشرير وخلكم مع السكر الطبيعي المفيد. خلكم معنا وفقرة جديدة من برنامجكم كلام دكاترة.